ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل وصفه جميله قوي بديل الفرنش توست، بس هنعمله بالعيش الباقي عندنا من العيش الفينو. طيب عندي فينو بايت، عندي لتر من اللبن، فانيليا، سكر، لو في زبيب، في جوز هند، مكسرات حسب الرغبه، عندي 3 بيضات وعود قرف. انا هاخد اللبن على النار مع السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، معلش عشان انا بسخن الستانلس بياخد وقت شويه في التسخين، فهاخد كده اللبن وهاخد السكر عندي رشة فانيليا، هحط عود قرفة، هقلب تقليبة بسيطة ممكن بالواس كده تدي بس نكهة خفيفة، ما رضيتش احط قرفة باودر علشان ما تبقاش النكهة قوية، لان في ناس ما بتحبش القرفة، لكن دي بتدي دفء كده، بتدي حاجة حلوة كده. كده هندوب اللبن شوية حلوين، وعندي بولة ممكن اكسر فيها بيضتين بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ادي بيضة، بيضة كمان، بسم الله، بيضة كمان، وهاخد بعد ما اقلب هنا كويس مش عايزه اسخنه قوي، همسك البيض ده هقلبه كده وهعمل كده تقليبه حلوه. وهقلب بالسباتشولا كده اللبن اللي فيه سكر، رشة فانيليا، عود قرفة، وهاخد بايركس عادي جدا ما فيهوش اي حاجة. بسم الله، هحط فيه بواقي العيش زي ما هو، شايفينه ازاي؟ هاخد شويه من الزبيب، شويه من السوداني، شويه من جوز الهند، هعمل كده خلاص. هاخد الخليط الحلو ده هنا، وانا بقلب واسمحوا لي احط عود القرفة كمان هنا. شايفين ازاي؟ ممكن يحط اقل من العود، نص عود، ربع عود، مفيش مشكله، بس عموما هو العود مش هيضايقه في حاجه، لانه هو ميزه السيجار، خدوا بالكم في الخشب المكسره وفي اللي هي السيجار الملولوه اللي شبه السيجار دي اخف، والمكسره بتبقى قويه، فممكن اخد حته منها صغيره هي دي اللي بتطحن، لكن دي لا، فممكن نقلل زي ما انتوا عايزين. وهناخد كده بسم الله شايفين حضراتكم، هاخد كده بمعلقه
هيتشرب بقى كل الخليط ده وهيدخل الفرن، هياخد لون حلو جراتان روعه. ممكن ازود شويه لبن صغيرين قوي قوي نونه، مش كتير بس، ان هو بيطلع حاجه كده ماسكه نفسها. هندخله الفرن بقى دلوقتي يتشرب ويبقى تمام. اهو شايفين وصفه لطيفه جدا وظريفه. هنحط بقيه السوداني وايه انشف بقى هنا، نمسح بقى المكان وهندخل فرن 180. ممكن اشغل شوايه مع فرن مفيش مشكله. تعالوا كده هنا اهو قوي، بصوا كده هنا زي ما حضراتكم شايفينه كده. العيش هيبدا يتشرب قوي وهياخد الطعم الحلو ده، وفي نفس الوقت هيبقى طعم خفيف.